يا صباح الخير. فن التعامل مع الناس موضوع مو سهل ابدا، فلكل انسان طباع مختلفه عن غيره، والانسان بحاجه لخبرات حتى يتكيف مع هي الصفات المتنوعه ويقدر يبني علاقات مع الاشخاص المحيطين فيه بدون اي مشاكل. لهيك يفترض علينا انه نبتسم دائما بوجه غيرنا، لانه الابتسامه اساس لبناء العلاقات الطيبه مع الاخرين. ورح ابتسم بوش ورد وقول له صباح الخير. بنرد الابتسامه بضحكه يا نور. صباح الخير لك، ويسعد صباح كل حدا انضم لنا عبر شاشه سما الفضائية. الإنسان بيسعى دائما لاكتساب الود والصداقات والعيش في إطار اجتماعي بضم الأهل الأصدقاء والحياة الاجتماعية السوية. أيضا بحاجة للاهتمام بفن التعامل مع الناس ومعرفة طريقة الرد عليهم بمختلف المواقف. تماما ورد. وغير المواقف والاهتمام بعلاقات الإنسان الشخصية، لازم يهتم بغذائه ويحرص دائما أنه يكون صحي ومحضر بطريقة حرفية مثل أطباق الشيف سناء. يسعد صباحك يا شيف. يسعد صباحك. صباح الخير شيف سناء. صباح الخير. شو الأخبار اليوم؟ تمام الحمد لله. نبتسم بس نشوف أكلاتك الطيبة. شو محضرة اليوم؟ اليوم عنا سوبريم. 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 أوكي، مكونات كثيرة موجودة على الطاولة. طبعا. رح نتعرف عليها وطرق تحضيرها من بعد شوي. شكرا يا شيف. شكرا كثير لك يا شيف. بالعودة لهاشتاغنا يلي بدينا نحكي عنه قبل شوي، في ناس بتقابل الإساءة بإساءة، في ناس بتردها بالمعاملة الطيبة، بيقلك بادر بالخير للي أساء لك على وعسى يتغير. في ناس بتقول بعامل الشخص مثل ما هو بيعاملني، في ناس بتطنش وما بتعمل غير يلي بتكون مرباية عليه. تماما ورد. وهاشتاغنا لليوم بيقول هل تعامل الناس بالمثل وليش؟ شاركونا رأيكم وموضوع بموضوعنا لليوم من خلال ترك تعليق على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. أما هلأ رح نسمع الآراء عن هذا الموضوع مع كاميرا. صباح الخير. وقت احنا متعرض لموقف نتضايق فيه، فيا بدنا نتعامل بأصلنا معه يا بالمثل. انت ايه بتختار؟ لا بأصلنا. انا برد بأصلي، لازم الواحد يرد بأصله وبأدبه وبأخلاقه. ربما هو يكون غلطان، لازم انت تباديه بالأحسن حتى يحس بحاله انه غلطان حسب الموقف. اذا كان يعني مو آدمي برد عليه مثل ما يرد علي، إذا كان آدمي ما راح يحكي معي أصلاً، بتركه نبروه. الشيء إنه الواحد بيعامل بالأصل بهدوء كرمال يتفاهموا اثنيناتهم سوا. إذا بدك تزعجي للشخص اللي رد عليك بالإساءة، إنك تعامليه بالمنيح هيك بيكون بينزعج أكثر، من بتخجله أكثر. أي نعم، وبينزعج أكثر أكيد. هلا أنا من وجهة نظري لازم رد عليه بأصلي، لأنه إذا بدي رد عليه بالمثل ممكن يكون المثل أصعب من إني رد عليه بأصلي. أكيد بهداوة وبعامله إنه بهدوء، لهو يهدى كمان أنا وأهدى ونقدر نتفاهم على هالشيء. يعني بوقت الناس عم تبعد عن بعض البعض مكانيا بسبب فيروس كورونا، زحل والمشتري يا نور خالفوا القاعدة وعملوا العكس واقتربوا من بعضهم ليعملوا ظاهرة فلكية نادرة ما رح تتكرر لل 2080، أطلق عليها بعض الناس قبلة عيد الميلاد وصارت مبارح. وهلأ رح نرجع ننضم للشيف لحتى نبلش بطبق اليوم، ناخذ منه المقادير والطريقة. تفضل يا شيف بالسوبريم. يلا حنبلش اليوم. طبقنا بس للتذكير حيكون سوبريم، حنقدمه على طريقتين. حنقدمه على طريقة طبق حدا خضار سوتي وبطاطا بني، وحنقدم مثل العادة مثل ما بناكلها سندويشات سوبريم. أول شي حنبلش دائما بالبهارات. عندي ملح، بهار أبيض، بودرة بصل، بودرة ثوم، بابريكا، كركم، أوريغانو. عندي الأساس هو الجاج المفروم، بده يكون كتير ناعم. إذا ما يعني إذا بنحسن نفرمه وشين بيكون أفضل. للحشوة عندي جبنة وجاج مدخن. للطبقة تبع اللت أو طبقة البني عندي طحين، بيض وكعك، بدي تبلهم بنفس البهارات هلأ. وللصحن الأساسي اللي هو صحن الطبق، نحن عنا الخضار السوتي. أنا هون عم بسلق جزر وبطاطا
وهون حدون بروكلي، بحسن اي نوع خضار انا اقدمهم حدون، ما بي مو ضروري هدول الانواع. حاطه شويه ملح للمي وشويه سكر مشان انا عندي لون البروكلي ما كتير يتغير عندي، يعني ضل شوي لونه اخضر. هلا حبلش عندي بالتتبيل تبع الجاج. هي السوبريم هي عبالة عن درولات مدورة من الجاج. هلأ هون عندي أنا جاج مفروم، هنبلش بالتتبيل. عندي ملح، فلفل أبيض، بهار بصل وبهار ثوم وبابريكا فقط. هلأ أنا شو حساوي؟ انا هون عندي مشان الجاج يمسك هاخذ صفار بيضه واحده، لانه انا عندي ما عندي كميه كتير كبيره. هامزجهم هيك مع بعض، وبدي شيء يشد عندي المزيج، بحسن طحين والافضل هو الكعك المطحون. لا انا بدي ميز التتبيله من جوا عن التتبيله من برا، مشان هيك تتبيله اللت انا ححط لها كركم، تتبيله من جوا حطيت لها بابريكا. حانزل بالكعك. هلا يفضل انتم تسووها من قبل بيوم تتفرز وبعدين نشتغل فيها باللت او بالبني، كثير اريح، بس نحن ما عندنا وقت مشان هيك حنساوي لكم اياها كلها. هلا قد بدها شوي، بدي اوصل لعجين متماسك ما يكون كتير طري حتى انا ما يفتح معي بالزيت. تمام هلا هيك منيحة. هلا انا شو بدي اسوي؟ عندي ورق شهبة، ورقة زبدة، اي شي بدكن اياه هاخدها هون عندي. حط لها شوية زيت او مي انتو اللي بدكن اياه. بس هيك شوية زيت حتى هلأ وقت اللي انا بدي شيلها ما تعلي عندي. هاخد مقدار تقريبا بحدود 60 جرام، وهون بس هخلي شوية مي عشان انا ما تعلق بايدي، احسن اشتغل اريح. هلا للحشي هي دائما بتاخد لها جاج مدخن. اذا انتو ما عندكم جاج مدخن وحابين تساووها ممكن نحشيها فطر، ممكن نحشيها درة، اي شي بتكون يا بينحشى، بس هو لازم يكون فيها طعم التدخين. انا ممكن اتحايل على الموضوع انه احط لها بهار مدخن. هلا هون عندي جبنة، عندي هون شوية دجاج مدخن. حتى أنا تاركة كم قطعة دجاج مدخن مثل ما هنن دوائر، مشان أنا هلأ وقت بدي ساوي الساندويتش يكون بقلب منها. هلأ حلفها مثل وقت لفينا الكبة. شوف هون إذا في زيادات بشيلهم، ما فيهم حشو حتى ما تطلع كتير الجاج. وبعدين باخدها هيك بلفة قد ما في انا تكون مشدودة عندي. هلا نحن القياس اللي بدنا اياه بنحسن نساويه، بنحسن زاويه اكبر من هيك، بنحسن نساويه اصغر من هيك، اللي بدكم اياه. هلا هي الفكره انه هلا انا بعد ما اساويها هيك بدي احطها بالفريزر، خليها لتجمد اقل شيء بين نص ساعه للساعه، من قبل بنهار كثير افضل. وبعدين ببلش بطريقه اللت. هلا انا بس هون بدي اورجيكم، لانه انا بدنا اللت كم حبه. هون انا عامله بطاطا، عملتها مثل الويدجز، كمان بدي اعمل لها لت نفس الطريقه. هلا هون عندي حتبل بس الفانيلي، عندي ملح للكل، بهار، بودرة بصل،
بودرة ثوم، وأنا مثل ما قلت لكم ححط لها كركم مشان تعطيني شوي اللون الأصفر. تمام، هلا هيك حتبلهم هيك شوي. البيض إذا لقيته كتير مزيجه سميك بنحسن نحن نخففه بشوية حليب بشوية مي عشان يخف اللزوجة تبعه. أنا هون هخففه، هدول المي اللي عندي. تمام، حنبلش مثل العادة طحين. هادين بيض أنا سالقتها للبطاطا نص سلقة، وبعدين كعك، بعدين بننزل فيها دغري بالمقلاي. وهون عندي قطعه السوبريم كمان انا حساويه قدامكم، كمان نفس الشيء طحين. هلا بنحسن نحن كمان نساويها ونلتها ونحطها بالفريزر على جاي الضيف، ست البيت مشغولة راجعة من وظيفتها، بتلاقيهم دغري جاهزين دغري للقلي. هنزل فيها بالكعك، وبعدين نفس الشيء على القلي. وهيك تقريبا هلا بكون انا خالصة. نرجع رد بالخضار السوتي، ونرجع بالصوص تبع الطبق. هلا هيك خالصة انا، هلا شوي وبنقليها بس ليحمى الزيت. هلا بنرجع لكم ورد ونور. شكرا جزيلا لك يا شيف. يسلموا يا شيف. واكيد هلا مشاهدينا رح ننتقل لفقرتنا يلي رح تحكي عن المسايره او تجاوز الاخطاء بين الشريكين، يلي هي دليل على المرونه والروح الايجابيه الموجوده بالعلاقه حتى يصير مركب الزواج للنهايه. ولكن مالي مضطر ساير بكل الاوقات، هيك بيقول طرف من الطرفين. اذا كانت هالمسايره عم تصدر من طرف واحد فقط او عم تصير بمواقف لازم ما نساير فيها، هون بتصير مشكله. وممكن احد الاطراف يشعر بانه عم يتنازل ويتنازل ويقدم تنازلات اكثر من اللازم. لنحكي اكثر عن الاثار السلبيه لتقديم التنازلات او المسايره بغير مكانها، وامتى لازم نساير، امتى لازم الزوجين يمرقوا القصص اللي ممكن تكون سبب لمشاكل عند زوجين اخرين. رح نحكي بالتفاصيل اكثر مع ضيفتنا الاختصاصيه النفسيه عليا الشماط. صباح الخير. صباح الخير. صباحك استاذه عليا، اهلا وسهلا فيكي. قبل ما نفوت بحديثنا خلينا ناخذ من حضرتك مفهوم بسيط للمسايره، شو بنقصد فيها؟ تماما، المسايره هي بتتضمن او بتشمل بذل مجهود كرمال احتواء اي موقف نحن عم نتعرض له او نحن عم بيمر معنا. اليوم المسايره هي تؤخذ بانه انا بدي اعمل شيء كرمال الطرف الثاني، كرمال مثل ما بيقولوا نحل مشكله او نمرق او نتجاوز. ولكن لا، المسايره حقيقه هي شيء نحن المفروض نعمله بقناعه، بتقنيه معينه، بشيء ما يحسسنا بانه نحن يشعرنا بشعور الغبن او يشعرنا بانه نحن مالنا مرتاحين او عملنا شيء غصب عنا. لا، فينا نكون عم نساير ولكن بنفس الوقت بدون ما يكون في عنا هذا الشعور بالغبن. لا، نكون عم نساير بكامل وعينا، ارادتنا، بكامل احساسنا بانه نحن عملنا هيك بوعي باراده ومثل ما بيقولوا يعني برغبتي. ملء ارادتي وبرغبتي، مو مجبور انا، لانه اذا ما سايرت فانا رح اخسر. طيب مثلاً، شو المواقف اللي بتضطرني ساير؟ انا ليش بدي ساير؟ وين شخصيتي اذا انا عم ساير؟ وين كرامتي؟ وين النقطة اللي لازم اوقف عندها وانطلق منها؟ اللي بيساير هو معناتها ممسوح الشخصية؟ بالضبط. اللي بيساير لا، ما أنا ممسوح الشخصية، اللي بيساير هو شخص يمتلك مرونة. مرونة نفسية عم بتخليه يتواءم مع الطرف الثاني. اليوم مفهوم المسايرة مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي بانه هو يؤخذ عن جد بانه تنازل، بانه انا ما حيصير مثل ما بدي، انا رح اتحمل، انا رح اجبر حالي. لا، فعليا المسايره هي بتضمن ذكاء اجتماعي، بتضمن شخص مثل ما حكيت عنده مرونه، قدران يستوعب الطرف الثاني ويقرب خطوه لعنده. المسايره ما انه انا اجي لعند الطرف الثاني وصير مثله، لا، حيضل عندي خصائصي، حيضل عندي افكاري، حيضل عندي مشاعري، حيضل عندي سلوكياتي، ولكن
مع خطوة إضافية لقرب باتجاه الطرف الثاني. اليوم هاي الخطوة الصغيرة هي بحد ذاتها ممكن تكون محفز للطرف الثاني بأنه هو كمان يقرب ويعمل خطوة. اليوم المسايرة معدية، فدايما نحن حتى بما أنه نحن أشخاص هيك اجتماعيين بطبعنا ودودين، فوقت نلاقي حدا بذل مجهود كرمال هو يقرب، كرمال هو يستوعب، كرمال انه هو يحتوي الموقف، فمنلاقي هذا الشيء فورا انعكس على الطرف الاخر وكسر هو شوي باغلب الاوقات، مشان ما نعمم تماما كسر وقرب خطوه. وبين الزوجين بيختلف هذا الموضوع، لانه ممكن احد الزوجين وقت اللي بده يفكر يساير انا عم بتنازل، واذا تنازلت مره رح اتنازل 100 مره، هيك ما رح اتنازل. يا ترى شو الحدود الطبيعيه بين الزوجين للمسايره وامتى بتكون صح؟ كتير مهم نحط ببالنا موضوع الفروق الفردية. نحن أشخاص في بيناتنا فرق، شخصياتنا ما أنا مثل بعضها، ومو صح نشتغل لتصير شخصياتنا مثل بعضها. فلهيك طبيعي بكل يوم يمر معنا مواقف بحاجة لمسايرة. إمتى بتصير مو طبيعية وأتحس حالي بأنه أنا مبلشة أتغير، أنا مبلشة ما دور على شو أنا بحب وبكره وشو بدي وشو ما بدي، أنا بس عم فكر هو أو هي أو الطرف الثاني شو بده. لا، المسايرة ما بتعني إنه طمس معالم شخصيتي، ما بتعني تغييرها، ما بتعني محوة، لا أبدا. المسايرة بتعني بإنه مثل ما كنت حكيت، أنا كتير بحب هي الجملة، إنه قرب خطوة، أنا رح أقرب خطوة وبيعلمك، مو إنه أنا أقرب خطوة بيني وبين حالي وما أكون أساساً مورجيتك بإنه أنا عملت مجهود، لا. أوكي مثل ما بدك. أحياناً نحب نعمل بالوامة لحتى ينرد، يعني وقت اللي بصير في نقاش إنه أنا عملت هيك بس ما شفت إيه أنت لأنك مو منتبه. هذول القصص والصغيرة هو ممكن ما يكون منتبه. اليوم في كتير أشياء ممكن نعملها إما يساء فهمها من الطرف الآخر أو أساساً لا ترى. فلهيك كتير مهم بأنه نكون واضحين، نكون عم نعبر بأنه أنا عملت هيك كرمالك، أنا عم بغير هاي القصة مشارك، أنا بيهمني تكون رضيان. فلهيك عم تحط على عينه، عم توضح له. أوكي عم توضح له، عم تثبت نقطة. يعني مثال، أنا بحب أطرح أمثلة فورا. زوجين اليوم بدنا نروح نتعشى عند بيت أهلي، تقول له أنا مالي حابة روح معك بس كرمالك رايحة. غير موقف، اليوم نحن بدنا نتغدى سوبريم، بتقول له أنا ما بدي اتغدى سوبريم بس كرمالك رح اتغدى سوبريم. على العكس كمان، يعني هالأمور البسيطة كل شوي أنه عم ساير أنا، أوكي مقبولة، بس الأمور اللي ما فيها مسايرة شو هي؟ الأمور اللي ما فيها مسايرة مثل ما كنا عم نحكي هي اللي بتتضمن بأنه أنا أتغير تغير كامل. أعطينا مثال، مثل شو مثلاً؟ أنا بين الزوجين ما في مسايرة. وقت يكون في مواضيع هنية من الأساس، من الأساسيات بالعلاقة الزوجية، على سبيل المثال حدا يتزوج امرأة عاملة وهو ما كان عنده مشكلة بهذا الموضوع، فجأة بيوم من الأيام أنا ما بيناسبني تكوني عم تشتغلي. هلأ هذا الشيء بيحصل وبيصير وما أكثره، مو غلط، ولكن يتناقشوا، يوضح لأسبابه، يكون في إلى مجال لهي ترد تحكي وجهة نظرها. طب وإذا ما اقتنعت بهالأسباب وهو مصر تنازل، عم حط الزاوية رح الصابع. ندخل بقى بمجال التنازل. هون بيصير في عنا موازنة بداية، قدي أنت قدراني، قدي قدراني تكفي بقرار مو أنت أخدتي وما اقتنعتي بالأسباب والنقيض، قدراني أو مالك قدراني، وشو عندك أساليب ممكن أنت، يعني يمكن يكون هو طلبه مؤقت على سبيل المثال، فيمكن هي فيها تستثمر هاي القصة وتقبل لفترة. ولكن أنا ما كتير أفضل هاي الحلول، أفضل دائما نكون نحن عم نحكي بوضوح، عم نحكي مثل ما بيقولوا بشفافية. فشو أسبابك، شو أسبابك، حكينا تناقشنا، مو قول انه يلا هلا بقبل فتره بعدين بعد فتره برجع بفتح الموضوع. لا تماما، ما انه كثير هيك واعي او ناضج هدول التصرفات، بانه بيعطي اثر سلبي اكثر من انه ما الاخطاء اللي ممكن تصير باحد الشريكين، ممكن اي حدا يخطئ بحق الثاني، ممكن توصل لمرحله الكذب ومرحله الخيانه، اخطاء ثانيه من تاثر من كرامه احد الزوجين. صحيح، هون بدنا نسامح، بدنا نساير، بدنا نتنازل، هل هذا الشيء هو صحيح وسليم ولا لا؟ لازم نحن ناخذ قرار بانه نعرف كيف لازم نحط حد لهذا الشخص او لهذا الشريك. تماما، من الطبيعي جدا بين الرفقات، بين الاهل، بين المعارف، فما بالك بين اثنين هن عم يتشاركوا يعني حياه كامله، حياه كامله وعيله واسره، فمن الطبيعي تصير هدول المواقف. دائما بنرجح الاساليب اللي هي الاساليب الوقائيه،
يلي نحن من قبل ما تصير المشكله فنحن نكون حاكين شو بيضايقني، شو بحب، شو بكره، شو الخطوط الحمراء عندي بين الطرفين. كثير مهم يكون في حديث، يكون في حوار، مو بس انطر شريكي هو ليرجع بعد شغله وقال له شو اطبخ لك بكره وين بدنا. لا، في مواضيع كمان بيسوى نكون نحن عم نحكي فيها، شو بحب شو بكره، شو خطوطي الحمراء، كيف ممكن تكون ردة فعلي اذا صار موقف معين. فمشان يكون الطرف الثاني، لانه ممكن يقول لك الطرف الثاني بعد ما يعمل مشكله بالنسبه لك كثير كبيره يقول لك اه زعجتك انا ما بعرف. وصدقيني هون ما عاد فيكي تاخدي موقف كتير قوي، لأنه بالنسبة لك هذا الموضوع كبير، أنا بالنسبة لي كتير شيء بسيط وعادي مثلا. خاصة هلأ النسوان أو البنات، يعني النسوان هي اللهجة المحلية اللي منقولها نحنا. بيقولوا لو كنت مهتم كنت عرفت انه انزعجت، كنت عرفت لحالك. ايه لحالك انتبه هي طبعا. يعني لازم الحوار يكون دائم ومستمر، لازم كرمال نحن يعني ننطلق من قاعده واحده. اليوم صدقني هو مو يعني مو لانه بده يتهرب من الموقف حيقول لك ما كنت بعرف او ما كنت منتبه او ما كنت بعرف هذا الموضوع بيزعجك، لا هو ممكن عن جد ما يكون بيعرف. فلهيك من البدايه كنا احنا حاكيين معبرين متفقين منطلقين من ارضيه واحده، بعدين وقتها منبلش بالاجراءات العلاجيه. فلهيك في حال صار في شيء موقف علاجيه، اي تسويه الموقف بيناتنا بيننا وبين الطرف الثاني. يعني بدنا لسه حلقه قادمه بالاسبوع القادم ان شاء الله بنحكي بموضوع اكثر، خاصه عن تعويض الأطفال على المسايرة والبعد عن العناد. شكرا كثير لوجودك معنا. العفو. شكرا كثير لك. العناد بين الصفات وهو يلي بيوتر العلاقة بشريك الحياة، لهيك دائما بينصح المختصين بالتخلص منه للتمتع بحياة زوجية مستقرة. لحتى يتم تلافي هاي الصفة لازم نعرف منشأها والأسباب يلي أدت لوجودها. أحد الفنانين قال: أتقن القواعد كمحترف حتى تتمكن من كسرها كفنان. هالعبارة شفناها عند الفنانة التشكيلية سماح زرزور يلي قدرت تكتسب خبرات بتقنيات ومدارس فنية مختلفة من شغفها الذاتي. كاميرا صباح الخير التقت فيها ورجعت بتقرير سارة مرتضى. فنانة تشكيلية جسدت المدارس الفنية بمختلف أشكالها وبمزيج من الجرأة على مستوى الفكرة واللون، فحولت كل شيء تراه بريشتها إلى لوحة فنية تجذب أنظار كل من رآها. صغيرة كنت بالمدرسة يعني استلم لوحات الحائطية بالزخارف والتخطيط، فوقت تركت المدرسة يعني ما عاد كفيت الرسم، بس بعدين من 3 سنين تقريبا لقيت مرسم، فلقيت حالي يعني بعرف برسم، فكتير كانت هواية حلوة. الرسم بالنسبة لي مو مجرد هواية، هو سعادة، هو من أجمل هدايا رب العالمين اللي عطاني إياها، عطتني ثقة بالنفس، خلتني أعيش عالم كله أحاسيس ومشاعر. بحب الألوان كتير، بحب يعني بحب جرب أي شيء أرسم أي شيء قدامي. بلشت بالشخصيات الكرتونية، باربي، ميكي ماوس، هدول يعني شخصيات توم وجيري، إنه بلشت فيهم أنا صغيرة كنت كتير حبهم. فهيك بقى. وطبعاً بحب أرسم شيء له علاقة بالبيئة، لأنه الإنسان بالنهاية بنتمي لبيئته، فحلو إنه يرسم شيء بيعبر عن المكان اللي عايش. أحيانا بكون بالسريالية الانطباعية الواقعية أو الوحشية أو الرمزية، بس أكثر شيء بميل للرسم الطبيعة الصامتة والديكور، وكثير بحب أرسم الأنثى. سماح زرزور موهوبة من كوكبة الفنانين الشباب، دخلت الحركة التشكيلية المعاصرة بإصرارها ومثابرتها الذاتية لتعلم وإتقان تقنية الزيت والأكريليك. في لوحات اول شيء بدي لك خيفانه، كان كثير خاف وقت ارسم انه حط هلا، انه خاف خربه يطلع. هلا صار عندي جرأة اكثر اني حط وقوي قلبي بالرسم، فتاخذ معي وقت اقل من اول. صارت طبعا حسب هي اللوحه، في لوحات مثل البورتريه والوجوه
بدها دقة أكثر لتجيبي شكل الشخص، وفي لوحات لا بتكون أسهل وسلسة بالرسم. هلا أول شيء إنه كانت طبعا صعبة إني أتعلم مسك الريشة، دمج الألوان، بإني أنا ما يدرس الرسم كهواية يعني، فكان صعوبة أول شيء إني أتعلم مزج الألوان حتى تكون مريحة لعين الناظر وأنها تكون تناسب العين البصرية، فكان الدمج أكثر شيء إنه تلاقي ألوان حلوة التناسق. وكان هو بالنهاية بده كتير واحد يتمرن بشكل دائم حتى يعرف المعاسات الظل والنور بالرسم بقى. هيك كان أول شيء، بس هلأ الحمد لله حسيت حالي أحسن وأقوى بحكم الممارسة. هو بالنهاية كله تنظيم وقت، وقت أنت تحبي الشيء بتلاقي له وقت بتساويه. وانه كمان هو الرسم بالنهايه احاسيس وعالم حلو يعني، بالعكس عم يخليني يصير هاديه ورايقه. لا بقى الرسم كثير شغله حلوه. طبعا انا بقسم وقتي لانه اذا ما نظمت وقتي ما فيني اعمل شيء مثل اي شيء بالدنيا يعني، فالرسم هو صار جزء من حياتي، حتى بيعطيني بفرغ الطاقه السلبيه، بيعطيني شعور كثير حلوه برسم بقى، انه كثير شغله كانت اضافه حلوه لحياتي. اللوحة وسيلة اتصال تجسد الواقع وتنقل الجمال، وهذه اللي شفناه بلمسات سماح زرزور الأنثوية بأخذها رحلة عبر فنها التشكيلي. مرة جديدة لعند الشيف سناء لنشوف السوبريم وين وصلت وبأي مرحلة فيه. تفضلي يا شيف. تفضلي يا شيف. نحن هلا عم نقلي السوبريم، حنبلش أول شيء بالخضار السوتي. أنا سلقتها للخضار تقريبا نص سلقة، حأنزل زيت وزبدة. كمان بالطنجرة الثانية حأنزل زيت وزبدة لأنه أنا بدي ساوي الصوص تبع السوبريم. هلا هون عندي الخضار مثل ما قلنا انا سلقتها نص سلقه، بس شوي عندي الزبده تذوب تعطي التحميصه تبعها، بعدين بنزلها. الخضار عندي تتبيلتها كثير بسيطه، ملح بهار ابيض، بهار بصل، بهار ثوم، اوريجانو. تمام هيك صارت منيحه، هنزل فيهم. هي التتبيلة عندي، ملح وبهار أبيض، بهار بصل وبهار ثوم. هلأ في أشخاص ممكن يحبوا ينزلوا خل أبيض مع منا، تمام طيبة. هلأ هون شوية أوريغانو وهيك خالصة. هنبلش بالصوص تبع السوبريم، هو نفس صوص البشاميل الأساس تبعه، بس نشوف هون السوبريم تبعنا كأنه خلصت قلي. تمام هلا هيك حاجتها. أنا إذا كانت القطعة عندي أكبر من هيك بحسن أنا أقليها وبعدين فوتها على الفرن تكمل الشوى تبعها، بس مشان أنا أتأكد من فكرة إنه الدجاج يكون مستوي. أنزل بالقطع البقيانين. حاول الزيت ما يكون كتير حامي حتى ما تحترق من برا، ما تستوي من قلب منه، وما يكون كتير نايس. تمام هلا هيك عندي الزبدة، هانزل طحين. بس لعندي يتحمص. عندي للصوص تبع السوبريم عندي طحين، طبعا اول شيء زبده زيت، عندي طحين، عندي حليب، عندي كريم، وعندي شويه صوص بني.
بس عندي يتحمص لأنه شوي بدي صوته شوي غامق، بس يتحمص منيح يعطي هذا اللون شوي غامق، ما بدي اياه كثير على بياض. حاول كل شوي نقلبون، حاولوا تحطوا له مثل ما حكينا شوية سكر وشوية ملح بالسلق، بيقوم بحافظ انا عندي على اللون الاخضر. هلا هيك تحمصت منيح، هنزل حليب. وبعدين بنزل كريم. اذا انا لقيتها تقيلة كمان بحسن انا مددها بالمي او بمرق الخضار اللي انا هلا اشتغلت عليه. بس هتبلها ملح فلفل بهار بصل وبهار ثوم. بحسن ننزل لها شوية كركم إذا حابين، بس أنا هلا الصوص البني هيعطيني شوية لون غامق. هاي الصوص البني هنزل فيه آخر شيء، وهيك بتكون الصوص عنا خالصة. هيك شوي غمقت، لازم يكون شوي لونها أقرب للبيج للبني. هيك الصوص تبعنا خالص. وهلا هيك خالصين، حنكمل نحن اغراضنا وحنحشي السندويشة ونساوي الطبق مع بعض. شكرا. شكرا لك يا شيخة وكيف عافية. بمر الانسان بعدد كبير من المواقف اليومية والحياتية يلي بتحتاج منه سرعة التصرف وسرعة البديهة وتعلم فن الرد المهذب على الكلام الجارح. البعض بيعتمد الطريقة بالتحدث بكلمات غير لائقة، لكن الرد عليهم لازم يحتاج لسرعة بديهة ولباقة وحسن تصرف. الخبراء ذكروا مجموعة من الطرق يلي ممكن الاعتماد عليها لتعلم فن الرد على أي كلام، خاصة الكلام الجارح. ونور رح تخبرنا شو قالوا العلماء. تماما يا ورد. الشخص المهذب يلي مو متعود على إهانة الآخرين بيلزمه بعض الطرق يلي ممكن تساعده لما يتوجه له كلام جارح، والطريقة الأولى رح تكون تجاهل الشخص. من أفضل الطرق المستخدمة للرد على الكلام المهين إنك تجاهل الشخص يلي أصدر الكلام الجارح، لأنه كلامه بالتأكيد نابع من مشاعر حقد وكراهية وما بتستحق إلا التجاهل. ثانيا المواجهة، ممكن يختار الفرد مواجهة الشخص يلي أهانه بشكل مباشر وعدم تجاهله. هون أنت بحاجة لضبط النفس وعدم التسرع، والأهم ما تتلفظ بمفردات سيئة، ممكن تكون المواجهة بالنقاش الهادئ. ثالثا تجنب الشخص. التجنب معناه الابتعاد عن التواجد بالأماكن يلي بيتواجد فيها، وبهي الحالة ممكن يشعر بغلطه. رابعا إثبات الذات، وسيلة عملية لكنها طويلة الأمد، فالشخص هون بيعمل المزيد من التصرفات يلي بيثبت من خلالها أنه عنده الكثير من الصفات الحسنة الغير متناسبة مع الكلام المسيء يلي توجه له. خامسا الرد بالخير. هاي الطريقة بتحتاج للصبر وبتحث عليها كل الأديان السماوية، فبيكون الرد على الإساءة بالكلمة الطيبة والتصرفات الخيرة، فممكن تحرج مثل هيك تصرفات الشخص يلي قام بهاي الأفعال، ويمكن يعتذر وما عاد يكررها. يمكن يكررها كمان. ممكن. هون احنا بناخذ غير أساليب، بس فعلا مثل ما قالت ضيفتنا كمان قبل شوي، اللي بترد له بطريقة مسايرة أو بطريقة لطيفة بتعبر عن تربيتك رح يكسر. تمام. يعني النفس البشرية بالأخير بتقول إنه هذا فعلا على حق، أنا ليش عم سيء لإله؟ وفي ناس سبحان الله متنمرين بدهم وضع حد وفلفل وبهارات كمان مو بس حد. على كل حال بعض التعليقات اللي وصلت على هاشتاغنا بنرجع بنذكركم فيه، هل تعامل الناس بالمثل؟ رح نستعرضهم بهالمادة.
وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن أشياء الأمراض اللي بيعاني منها الكبير والصغير يلي هو فقر الدم، وأي عرض صحي فوراً بيربطوه بفقر الدم. من المحتمل أنه يكون فقر الدم مؤقت أو حتى طويل المدى، وقد يتدرج من بسيط إلى شديد. فقر الدم أنواع وآلية العلاج رح نحكي فيها مع الدكتورة زاهرة فهد الاختصاصية بأمراض الدم والأورام وزرع النقي. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم لكل مشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك. يعني موضوع قديم حديث، دائما الدراسات تتطور حوله، كرمال هيك منحب نضوي عليه من جديد. فقر الدم كيف عرف الطب؟ لا، فقر الدم هو هبوط الخضاب لتحت 12 عند النساء وال14 بالنسبة للرجال. الحقيقة كلمة فقر الدم يعني كلمة عامة، يعني في شيء اسمه فقر دم كمرض، وفي شيء اسمه فقر دم كعرض مرافق لأمراض. شو الفرق بيناتهم؟ هلا فقر الدم كمرض هو انه بس عنده فقر دم المريض، ما عنده أمراض تانية تماما. اما فقر الدم كعرض لامراض ثانيه مثل الامراض المزمنه، امراض المفاصل، الاورام، كثير اوراد ممكن تترافق بفقر دم. لذلك كثير انه وقتنا نعالج، اما منعالج كمرض فقر الدم او منعالج المرض المسبب ومعه منعالج فقر الدم. فنحن موضوعنا اليوم هو فقر الدم. الحقيقه فقر الدم كلمه كثير كبيره. اذا بنقول فقر الدم في له انواع كثيره. في عنا فقر الدم العوزي يلي هو سببه انه اما نقص حديد او نقص فيتامين بي 12 او نقص الحمض الفوليك او البي 9 اللي بنسميه. وفي عنا فقر الدم الامراض الثانيه اللي هو بيشمل اما فقر الدم الانحلالي، بصير عنا انحلال بالدم. طبعا فقر الدم الانحلالي كبير كثير لانه في افات دم انحلاليه اما وراثيه أو مكتسبة. الوراثية اللي هي بتجي ضمن التلاسيميا وفقر الدم المنجلي والفوال، يعني عوج الجيس الفقدي. ممكن يكون كمان عنا شيء بنسميه داء الكريات المكورة، فكلها أمراض وراثية. أو بيكون عنا فقر دم انحلالي مناعي ذاتي بيجي إما مرافق لبعض الآفات الإنتانية الفيروسية أو بيجي بسبب مناعي تاني. في عنا بقى فقر الدم اللامصنع اللي هو بيرتبط بأنه نقي العظام بيوقف عن العمل، أو بيصير في عنا تليف بالنقي، أو بيصير في عنا إصابات لنقي العظام بتؤدي لفقر دم مثل عسر التصنيع النقي. لذلك كلمة فقر الدم كبيرة كتير، كبيرة واسعة، بس إحنا خلينا نحكي بالأكثر شيوعاً. الأكثر شيوعاً هو فقر الدم العوزي، هنحكي عنه بالتفصيل. هذا هو موضوعنا. تمام. وأكثر شيء شيوعاً هو فقر الدم بعوز الحديد، نقص الحديد. أوكي، خلينا نفرق بيناتهم دكتورة. الفقر الدم بعوز الحديد شو نقصد فيه؟ وشو الأعراض يلي بتظاهر على الشخص يلي ممكن صار عنده فقر الدم ما بيعرف، بس في أعراض ظهرت بتدل على هذا الشيء؟ بالنسبة لفقر الدم بعوز الحديد، يعني ما عم يجينا حديد كفاية للجسم وارد، يلي هو بيكون بالمخزون بالفيريتين. هلا بنحكي فيها هي بقى. فقر الدم بعوز الحديد بتظاهر بكل الأعراض اللي ممكن تتخيليها. ممكن تعب، وهن، شحوب بالوجه، شحوب بالملتحمة، تساقط بالأشعار، عدم التركيز، دوخة، وهن عامي، واحد ما له حيل يقوم. يعني تتغير الأعراض بحسب شدة فقر الدم. هلا ممكن فقر الدم الخفيف الواحد يعني لك شوية دوخة شوية تعب. أحيانا فقر الدم الشديد بيؤدي للهتة وتسرع بالقلب وأغماءات أحيانا، فحسب شدة الأعراض. يعني فقر الدم بيعطي أعراض كبيرة كتير. في كتير بيجينا بس مثلا تساقط أشعار، أو مثلا عندهم إصابات بالأظافر، أو حتى وهن عام مثل ما قلت، فعدم تركيز، عدم انتباه، عدم القدرة على الحفظ، شعور بالبرد بالأطراف إنه ما عم بدفى يا دكتورة. ففقر الدم أعراضه كتير كتير كتيرة، وعادة بنشوفه بمختلف الأعمار، يعني من الطفولة للكبار، نساء، رجال كلهم. طبعا هي فقر الدم بنقص الحديد أكثر شيوعا عند النساء، والأطفال بعد منهم، بعدين الرجال. طيب دكتورة، هون في سؤال. هون في سؤال، ليش بيكون الإنسان عم يعاني من فقر دم بسبب نقص الحديد؟ شو اللي عم يصير بالجسم حتى الحديد ما عم يكون كافي؟ لا، عندنا حتى ينقص الحديد بالجسم في سببين.
إما نقص الوارد الغذائي يعني الأكل ما عم يأكل والحقيقة في فكرة سائدة ما لها كتير صحيحة إنه بيقول لك إنه عم بأكل خضار وبأكل بقدونس وتبولة وسبانخ وسلق وكذا. الحقيقة المصدر الأساسي للحديد بالجسم هي اللحوم الحمراء. 75% من حاجة الجسم للحديد تأتي من اللحوم الحمراء والباقي بيجي من الخضر والبقول. لذلك نحن عم نقول إنه لازم الشخص يعني يكون عنده وارد غذائي ما هو كتير كبير من اللحم الحمراء، بس على الأقل لازم الشخص العادي تقريبا حاجته اليومية ما يعادل تقريبا 80 جرام لحمة حمراء مرتين أو ثلاثة بالأسبوع، يعني ما نعم كمية كبيرة للشخص الواحد، والباقي بتعوض بالخضار والبقول إلى آخره. هلأ إذا إما نقص الوارد أو ضياع ضياع الحديد من الجسم. ضياع الحديد من الجسم معناتها في عنا مثل ما نقول بالعامة تهريب. هالتهريب حيكون بعدة طرق، إما في عنا نزوف يا من المعدة يا من الأكولون يا بواسير يا شوك شرجية أو نزوف طمسية ست عندها طمس غزير كتير فهذا، أو بالبول أحيانا بسبب آفات بالكلية أو تخرشات هذا ممكن الواحد يصير عنده نزف. فما في عنا طريقة تانية للحديد للتهريب من الجسم إلا يا نقص وارد يا ضياع. الضياع بقى بيتم بطرق متعددة. لذلك هلأ نحن بتجينا مثلا ست بعمر العشرينات وعندها فقر دم، أول شيء ننتبه إنه نسألها عن تغذيتها ونسألها عن الدورة التمسية. بينما إذا جاني رجل أول شيء بسأله إنه في عندك أعراض دور على أعراض النزف مثلا من القرحة مثلا أو خروج أسود أو خروج مدمى أو شيء، ندور على السبب الأساسي اللي هو إما مثل ما قلنا نقص الوارد، يعني بدك تعمل مثل تحقيق مع المريض تسأله على تغذيته شو عم يأكل كيف نمط الحياة تبعه أوكي. لتقدر تعرف شو السبب. تمام. خلينا ننتقل لآلية التشخيص المناسبة لفقر الدم يلي ممكن بيعاني منه الكثير يعني من الأشخاص. معظم المرضى بيجونا دغري جايبين معهم تحليل جاهزين إنه أنا عندي حللت قال لي المخبر عندك فقر دم. نحن الحقيقة بالنسبة لفقر الدم العوزي أول شيء طيب الدم اللي بيعمل بطاقة دم محيط، يعني بياخد نقطة دم من الإصبع وبيحطها على بلورة بفحصها على المجهر بشوف هون شكل الكريات الحمراء. الكريات الحمراء عادة بنقص الحديد بتكون أصغر من الطبيعي وبتكون ناقصة ما فيها خضاب بقلبها، يعني أنا بقولهم إياها هي مثل الخمسات هي لازم تكون مثل الكرة الكرية الحمراء بتكون مثل الخمسة دويرة فاضية قلبها. هي أول طريقة. الطريقة الثانية إنه بنعمل تحاليل إضافية، بنعمل معايرة الحديد بالدم بالمصل وندور على مخازن الحديد اللي هي بروتينات الفريتين أو البروتين الرابط للحديد. طبعاً هلأ في عنا فقر دم متعدد، في عنا فقر الدم الخفي اللي بيكون المريض عنده شوية تعب بيكون لسه الخضاب تبعه على الحدود، الحديد لساته مقبول ولكن مخازن الحديد بتكون فاضية. هاي المرحلة الأولى إنه ما عنده مخزون حديد. المرحلة الثانية بيستهلك مخزون الحديد، ببلش الحديد بالمصل بيخف شوي بالدم يعني، وبعدين تظهر أعراض فقر الدم الشديدة. معناتها في كتير تحاليل لازم يكون فيها الشخص لحتى فعلا يعرف إذا هو عنده فقر دم بسيط أو صار طبعاً شديد يلي هو ممكن طبعاً كمان يوصل لعوز الحديد. طبعا الخضاب أساسي. بعدين ممكن نطلب تحليل اسمه الشبكيات اللي هي عبارة عن الكريات الحمراء الفتية اللي هلأ خلقاني لسه. هلأ الشبكيات بتفيدنا لأنه نشوف إذا هذا المريض عم يصير عنده نزوف أو عنده انحلال. أما إذا كان طبيعي معناتها في عنده بس عواز ما عنده صحيح. نزوف. طيب دكتورة نحن بنخشى على الأطفال من موضوع فقر الدم. أوكي بنخشى على الكبار أيضا نساء ورجال، ولكن الأطفال هم عندهم دراسة عندهم تركيز عندهم تحصيل علمي عندهم فئة بكير الصبح بالشتاء. المريض الطفل اللي عنده فقر الدم فئته صعبة الصبح تركيزه بالصف قليل خاصة بالمواد العلمية عنده خمول دائم عنده وهم دائم. إذا بلشنا نشخص وأثبتنا أنه معه هذا الطفل فقر دم وبلشنا بخطة العلاج إمتى ممكن يتحسن؟ يعني عادة حسب شدة فقر الدم عادة خلال شهر بيتحسن الخضاب أوكي. إذا كان في إعادة كويسة. نادرا بفقر الدم العوزي نادرا أندر من النادر أنه نلجأ لنقل الدم، ما بنلجأ إذا كان كتير في أعراض شديدة
او رقم كثير كثير منخفض. اما عاده فقر الدم اللي صار له عم يتطور ببطء، الجسم بيتعود على ارقام معينه لحتى يوصل لعنا بيكون يعني نزل كثير. هلا بالنسبه للاطفال عاده الام لازم تنتبه انه هلا على سلوكيات الطفل، هدوءه، دع تعبه. وفي شغله ثانيه انه في اللي بنعرفها هي بنسميها البيكا او مثل الوحام، بصير الطفل عنده ميل، او حتى البنات بيجونا اكثر بصير عنده ميل انه ياخذ شغلات غريبه، مثلا بصير بياكلوا تراب، بصير بيشتهي التراب مو بايده، يعني هي مثل الوحام يعني البالون، التراب البالون. شوي من حتى اذا ما لقى التراب بينكش الحيط. تمام. في منهم بيصيروا بياكلوا طحن القهوه. في شيء بيصير بياكل. شو السبب العلمي دكتوره؟ هلا عما يبدو انه نقص الحديد بالجسم بيخلق رد فعل هي مثل وحام شهوه لشيء ثاني عضي. تماما. فبصير بياكل، لا مثلا بالاسكيمو بياكلوا ثلج ما في تراب. هون بياكلوا تراب، بياكلوا صابون، بياكلوا طح القهوه. انت وعم تعلمي دكتوره، في كذا حدا عم يخطر ببالي من اللي بعرفهم. من فتره اجاني شب يعني عمره 18 سنه قال لي كل ما بغسل بصفصف التايد. انا بعرف حدا ان شاء الله يكون عم يتابعنا، بس نجيب صابون جديد بشم ريحتها وبياكل عضة منها وبصير عنده قرحة معدية ومادة قلوية جدا مؤذية، بس سبحان الله هيك متعودين. تمام. يعني بصير عنده اكثر شيء النساء بيجيبوا كان تراب حلبية بيلونة او كان ياكلوا مانيزا، يعني هي الشغلات اللي هي هلا من الشغلات الثانية اللي ممكن تأثر على امتصاص الحديد. يعني ليش بنقص الحديد؟ في ناس بدك باكل منيح بس دول مثلا بيكونوا بياخذوا ادويه مضاده للحموضه للمعده. بياكلوا كثير، فطبعا نقص الحموضه بالمعده يعني في شغلات امتصاص الحديد كيميائيه او طبيعيه بتضعف امتصاص الحديد. بيقولوا الشاي مثلا، الشاي كمان لانه الشاي بيتحد مع الحديد بيمنع امتصاصه. تمام. تناول مضادات الحموضه لفترات طويله اللي لك معدتي عندي حمضه وقرحه، هي كمان بتخفف امتصاص الحديد. تماما. يعني ختاما دكتوره ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتيها. يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتوره، بتمنى الصحه والسلامه. شكرا لكم للجميع. واكيد التمارين الرياضيه ضروريه لتقويه مناعه الجسم وتحفيز نقي العظام على توليد كريات الدم ان كانت الحمراء او البيضاء. رياضه صباح صارت جاهزه. يسعد صباحكم، معكم الكوتش نار من الابتون سبورت اكاديمي. اليوم حناخذ مجموعه تمارين للرجلين بشكل كامل، يعني ما حنحدد زاويه معينه، حناخذ لكل الزوايا. رح بلش دغري انا باول تمرين بعد ما نحمي. حنبلش باول تمرين، حناخذ خطوه على جنب، ننزل سكوات، نرجع على النص سكوات، اجين على جنب سكوات، بالنص سكوات. عشرة رح ريح. انتو حتعملوا التمرين 20 مرة، انا عم بعمله عشرات كرمال الوقت. رح روح على التمرين يلي بعده، حناخد لانجز، رجل واحدة لورا، ننزل لتحت زاوية 90، اب لفوق، حنبدل زاوية 90، حنريح. هلا حناخذ التمرين اللي بعده سايد لانجز، يعني حناخذ 1 ستيب، حننزل داون لانجز، نرجع على النص اجين. تن حبدل على الطرف الثاني. مثل ما اتفقنا السايد لانجز الرجل ممدودة على الاخر والرجل الثاني بننزل فيها لتحت، سكوات نرجع بنطلع، سكوات نرجع بنطلع. عشرة حركة. هلا حانزل دغري على المات على الارض،
حتى ناخذ البريدج. من هون رجلي الاثنين مضبوطين مع بعضه، رح احطها لفوق داون لتحت. احنا طالعين لفوق بنعمل سكويز، بعدين بننزل لتحت. بس هون حنريح، بنقوم على 80 يدي بعده. من هون رح نطلع لفوق كيك داون اثنين ثلاثة. عشرة، وأيضا الطرف الثاني نفس الشيء. عشرة. هلا بدنا نشغل الجوانب بنفس البوزيشن، ولكن هاي المرة رح نفتح على جنب ونزول بطيء لتحت. اثنين بنحاول نثبت فوق 30 ثانية وننزل بشكل بطيء لتحت. عملت كل هدول التمارين من غير وزن ومع ذلك حسيت برجلي وحسيت بالشد العضلي، ولكن إذا احنا كنا حابين إن نضخم عضلاتنا أكثر ونحصل على الوزن فينا نستخدم الأوزان بكل التمارين مثل ما كنا عم نسوي بالحلقات اللي قبل. وأنا إن شاء الله أشوفكم على خير بالحلقات الجاية. بيكبر قلبنا دائماً لما نشوف شباب متخصصين أكاديميين وعلى مستوى راقي من التحصيل العلمي عم يمدوا إيد الخير لأبناء المجتمع السوري وعم يجمعوا بعضهم ليعملوا مبادرات تناسب الظروف يلي عم نعيشها. أقامت مؤسسة سلام مشروع أسنان اللولو يلي بيهدف لتقديم المعالجة السنية والتوعية للمهجرين والأيتام والأحداث، وعم يكون معهم أطباء أسنان أكيد مختصين بكافة الاختصاصات والمجالات لتقديم كافة الخدمات والتعويضات. تماماً، لنحكي أكثر عن هذا المشروع وباقي مشاريع المؤسسة. صار معنا بالاستوديو ضيوفنا الدكتورة مروة البرشة أخصائية بطب أسنان الأطفال، والدكتورة دانيا صبح أخصائية التعويضات. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لكم، اهلا وسهلا فيكم. رح نبلش من عندك دكتوره دانيا. يعني كثير اليوم موضوع معالجه الاسنان مكلف لمعظم شرائح المجتمع السوري، خبرونا اكثر كيف طلع هذا الموضوع، مشروع اسنان اللولو، ليش اخترتوا اسم اسنان اللولو ومين انتم اصلا؟ هلا نحن مجموعه اطباء اسنان مختصين عم نختص بجامعه دمشق. الفكره تبع المشروع اجت انه في كثير عالم بحاجه لانه هن يعالجوا اسنانهم، مع الاسف الكل بيعرف الاوضاع والغلاء الاسعار بهي الفتره، فحبينا نقدم لهم المعالجات يلي نحن بنقدر نشتغلها ونساعدهم فيها بدون ما ناخذ منهم قيمه المعالجه، لحتى نقدر نفيد هدول الاشخاص. يعني في منهم كثير يعني نحن تعاملنا معهم بيعانوا من فكرة أنه أنا موجوع وما قدرت، وحتى خصوصا الأطفال يعني في صعوبة بأنه يتكيف الطفل مع الطبيب، فكتير عم يكون في صعوبة بهالقصة. حاولنا نحن أنه نقدم المعالجة لكل هدول الفئات اللي تقريبا صاروا كتار بهاي الفترة. بلش المشروع من فكرة طبيب وحب يكبر فيها، فحكى مع مؤسسة سلام، هو منا وفينا يعني، ومؤسسة سلام قدمت لنا الدعم اللي نحن بحاجته، عطتنا التمويل المادي اللي نحن نقدر ناخذ نبلش فيه على الاقل لحتى ننطلق بهذا المشروع، والحمد لله قدرنا نكمل. حلو. طيب دكتوره مروه كيفك اليوم؟ المشروع كثير مهم، وخاصه انتم كاطباء عم تقوموا بمجهود غير المجهود يلي ممكن بخلال الكليه، مجهود هو مساعده كل الناس واحتواء كل الناس يلي ممكن يكونوا عم يتوجهوا لإلكم. خبريني أكثر، مين الأشخاص المستهدفين بالنسبة لإلكم أكثر شيء؟ وأنت كطبيبة أطفال قديش عم تقدري تتحملي وتستوعبي وتساعدي كل هدول الأطفال؟ بالنسبة للفئات المستهدفة، فنحن خلال هلا الفترة الماضية عملنا 3 مبادرات تقريبا. المبادرة الأولى كان المستهدفين المهجرين، المبادرة الثانية كان الأيتام، والمبادرة الأخيرة كان المستهدفين فاقدين المعيد. الفئات المستهدفة بالمجتمع هي الأكثر تضررا نتيجة الظروف الماضية اللي مرت فيها البلد، فنحن عم نستهدف هدول الناس. تمام. والمميز فرينا هو الأطباء الأخصائيين الموجودين فيه، فمثلا أنا كطبيبة أسنان أطفال أكيد كثير مهم إني مو بس عالج الطفل،
كمان يقدم له الدعم النفسي لحتى يطلع من عندي بتجربه سلميه محببه بالنسبه لي، يرجع يعيدها مو انه يقعد انه خلص صار عنده خوف وفوبيا انه انا ما عاد ارجع لعند دكتور الاسنان. ايوه كلياتهم بيعانوا من هذا الشيء، فنحن بنحاول نعزز عندهم الشيء الايجابي بانه طبيب الاسنان هو بحبك هو جاي يساعدك. وهذا الشيء اللي عم نقدر نقدمه لانه اللي معنا هن اخصائيين اطفال. قد بدك تكوني صبوره دكتوره مروه؟ كثير كثير كثير. يعني تربية الطفل اليوم بالحالة العادية صعبة، فما بالك انه الطفل الموجوع اللي بدك تقنعه يفوت لعيادة طبيب الأسنان ويقعد على الكرسي ويسلم الأسنان للدكتور وأهله مخبرينه انه في إبرة ولا تخاف منها هي أيه. يعني انه ما طبيعي كثير صعب، مو طبيعي الموضوع، بس انتم قد وقدود أكيد. وبيسافروا من كل الدول، من لبنان من العراق من الأردن، ليجوا عند أطباء أسناننا بسوريا ليتعالجوا، لأنه بيثقوا باليد الخبيرة السورية وبصراحة أرخص صراحة. نحن عندنا السياحة الطبية لازم يرجع يتم تفعيلها بشكل أكبر، لأنه هيك انخفضت وتيرتها بالفترة الأخيرة. نرجع لموضوع سلام وأسنان اللولو، ليش أسنان اللولو؟ مين خطر له هالاسم؟ بصراحة هي والدتها للطبيب المؤسس كانت الفكرة أنه نحن بدنا نشوف المهجرين، مهجرين في الأكبر فيهم هن أطفال، يعني كعائلات في لك العائلة مثلا 4-5 أطفال، فمشان نخلي اسم هيك يرن بإذنه للطفل اللي يحبه أنه يضل براسه. فحبينا أنه هيك أنه أنا بدي أحكي أنا من أسنان اللولو، ونحن أسناننا من الحاويات تصير مثل اللولو تصير حلوة، فهو الطفل هيك ممكن بتشجع. أنه تمام بيتشجع بيتقبل الفكرة أكثر بيتحمس لها بعدين، فمن هون بلشت الفكرة الأساسية. يعني كمان تمام. دكتورة مروة، شو الخدمات والمعالجات اللي عم تقدموها؟ ممكن بعض الأشخاص اللي عم يحضرون يتابعونا كمان يكون الأشخاص اللي عندهم ظروف اقتصادية شوي صعبة حابين يتوجهوا لعندكم، شو الخدمات والمعالجات اللي عم تقدمولهم إياها للأشخاص اللي ممكن عم يحضرونا حابين يتوجهوا لعندكم؟ نحن بنقدم كل المعالجات نحن بنقدر نقدمها بالعيادة، مثل سحب العصب اللي هو المعالجة اللبية، الحشوات، تنظيف الاسنان، تقليح. بالنسبه للاطفال في عندنا بتر لوب اللي حابب يجمل. لا هي ما بتعمل حاله ساخنه، هي صار مش هدفها تمام. وكمان في عندنا معالجات ثانيه اللي هي المعالجات الوقائيه مثل الفلور وفي السادات، خاصه عند الاطفال اللي هلا عم يكون عندهم بزوغ. من امتى ممكن اقدمها للطفل اللي هي وقت يكون في عندي بزوغ الاسنان الدائمه؟ فأنا عشان حافظ عليها الأسنان دائماً، لأن للأسف تكون بالمؤقتة وجاي لعنا ووضعه تعبان. تماماً. تمام. وبالنسبة نحن لمدرتنا، فأي مستفيد من عنا بمر بمراحل قبل ما يكون بيتعالج. فأول شيء بنقدم له بنروح لعند فيها المستهدفة ومنعطيها منشوفهم منعرفهم على حالنا منتعرف عليهم، بعدين رح يمر بمرحلة التشخيص. لكل مستفيد في عنا في له بطاقة تشخيص مكتوب عليها شو المعالجات اللي هو بحاجة. طب ممكن يحتاج لشهر دكتورة أو شهرين أو أكثر بين سحب عصب بين حشوة بين معالجات سنية بين بين نخود، كل هدول القصص بتاكل وقت. إيه صحيح، عشان هيك نحن بنستهدف بنقول له إنه أنت عندك مشكلة كذا كذا كذا، الأساسيات عندك والمهمين هن 1 و2، فنحن رح نقدم لك إياهم، بس أنت خلي ببالك إنه في عندك معالجة رقم 3 لازم تساويها وهي كثير مهمة لإلك. تمام. يعني نحن بنحاول نقدم بالمستوى اللي بنقدر عليه. يعني ما بتوصلوا لنص الطريق وبتقولوا له لا طبعا لا طبعا، إذا موجود مختصين فإحنا عندنا سرعة بالشغل. يعني أنا إذا كطبيب أخصائي لبية وصاحب عصب فممكن بعيادة برا هو أنه يخلي المريض على مهله، يعني ممكن جلسة وجلستين وثلاثة، بس الحمد لله خلال فترة المبادرة وفي تجهيزات بكل مركز نحن عم نشتغل فيه، فالطبيب قادر أنه يقدم هي المعالجة اللي ممكن تاخد 3 أو 4 جلسات برا بجلسة واحدة، صح تكون طويلة وشوي متعبة بس أحسن ما يروح ويجي. بس تماما، فنحن لحتى نقدر ما نلبك المريض بالروحة ورجعه، وبالنسبة للطبيب خلص هو بيكون ضمن وعالج السن ويعني عمل اللي عليه باذن الله. خلص وتخدر وتخدر تماما هي بتفوت على العياده، لانه عن جد في ناس كبار لليوم بتخلص بالفعل بالفعل احيانا مضطر لطبيب الاطفال يعالجهم للكبار، خلص عنا اخصائيين اطفال يعني بيقعد هيك بيعمل معهم جلسه سيشن قبل سيشن معالجه نفسيه قبل ما يفوتوا على العياده. طيب اليوم اللي فايت يعمل مبادرات ما بتهم الصعوبات اللي رح يواجهها، مع ذلك في صعوبات منوقف عندها. طبعا شو الصعوبات عم تواجهكم؟ هلا بصراحه اول ما بلشنا الصعوبات كانت لحتى نأمن المكان اللي نحن بدنا نشتغل فيه، كانت انه نحن مفكرين متجهين بطريقه انه نحن نعالج بدور الايواء اماكن الايواء نفسها، بعدين قررنا انه لا نحن بدنا نقدم معالجه على اتم وجه وعلى احسن شيء، فقررنا انه نحن نأمن مركز. المركز الصعوبات اللي تواجهنا انه لازم يكون في اكثر من كرسي، ما يكون عياده طبيب في كرسي واحد، لانه كل ما كانت عدد كراسي المعالجه اكثر نحن فينا نكون اشخاص اكثر وعدد اكبر. تماما، فهي اول فتره هيك كانت صعوبه، الحمد لله مع الوقت صار في كثير دكاتره يعني تبرعوا لنا انه نحن انا مركزي جاهز اذا بتحبوا اهلا وسهلا،
قصص كورونا وقفتكم شوي؟ طبعا هلا بقصة، وخصوصا كنا نحن ناويين نعمل مبادرة تانية بيوم اللي طلع القرار تبع انه توقف، وقفنا تمام ايه، فوقت اضطرينا نأجلها. الحمد لله لحتى تحسنت الامور شوي وخفت المشاكل قدرنا نكملها. عم نحاول طبعا اكيد اي طبيب بعيادته سواء ولا بالجامعة ولا بهي عم ياخذ الاحتياطات اللي بيقدر عليها قد ما في يعني تعقيم وكذا، حتى للفئه للمستفيدين لما يفوتوا على العياده او على المركز كلياتهم انه بيتعقموا هي قبل ما نبلش لهم شغل. فهي طبعا وقفت شوي بس ان شاء الله بدنا نحاول نكمل يعني اكيد. الله يا رب. ختاما دكتوره مروه، مشاريع مؤسسه سلام لوين بعد مشروع اسنان اللولو وكيف عم يكون الاقبال عليكم؟ أكيد مشاريع مؤسسة سلام هي مستمرة، عندها كثير مشاريع. هي مؤسسة أخذ ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي عنا مشاريع كثير اللي هي بس بالمجال الطبي. في عنا مشروع أسنان اللولو، في مشاريع تانية، في عنا مشاريع البالغين الطفولة والأطفال واليافعين، في عنا مشروع الحوارات الثقافية والمشاريع التدريبية المختلفة. فهي ما أنا موقفة، أكيد مستمرة إن شاء الله. يعني أكيد نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله تقدروا تصبروا كمان لحتى تساعدوا كل هالناس اللي هي بحاجة هاي المساعدة. ختاما ما ضل غير متشكركم، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم ولمبادراتكم الدائمة والمستمرة. وبمناسبة اقتراب الميلاد المجيد أضيئت شجرة الميلاد بمدينة محردة في حماة الحبيبة. كاميرا صباح الخير كانت أثناء الإضاءة ورجعت بهالتقرير. زينة ملونة، رنين أجراس، ألعاب نارية وبابا نويل جمعوا الناس باحتفال متواضع أقيم بمدينة محردة بمحافظة حماة. على وقع الترانيم الميلادية وأضواء الشموع لخلق مساحة أمل بإضاءة شجرة الميلاد. نحن في إنارة الشجرة والإصرار عليها لحتى نذكر أنه الشجرة هي مثل ما في تجدد بالحياة ستبقى الحياة مستمرة، و ننتظر ميلاد المخلص اللي بدنا نرجع نشوف أيام جديدة منعايد كل هالموجودين، كل سوريا وأهل سوريا، بينعاد على الجميع بألف خير يا رب. بعايد سوريا ومحردي بالأخص هذا اليوم الحلو، ونعاد عليكم بألف خير جميعا. الله يحمي سوريا والجميع، كل سنة وانتم بألف خير يا رب. إنارة الشجرة بمدينة محردة عطى شعور الفرح ورمز للحب والإيمان الموجود بقلوب الأهالي من صغار وكبار بعد كل ما مرت في المنطقة من ظروف قاسية. أبراجكم وحظوظكم وشو مخبي لكم الفلك. نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا بد. صباح الخير للجميع، يجعل أيامكم سعيدة مرتاحين ومبسوطين. اليوم 22 كانوا الأول، طبعاً اليوم دخلت الشمس على برج الجدي. مواليد اليوم يعتبروا برج الجدي حقيقيين على كل الأحوال، مو أخذين من برج القوس. يسعد أوقاتكم. كواكبنا ما زالت في أماكن المشتري إلى جانب مشتري الحظوظ السعيدة إلى جانب زحل اللي بيعاقبنا إذا أخطأنا لمدة 7 سنين قادمة، والكوكب المسؤول تقريباً عن الأمور العائلية. اثنينتهم يتقدمان في برج ألدل، والمريخ ما زال في برج الحمل. عطارد اليوم دخل على برج الجدي، ريح شوي الجوزاء، ريح شوي مواليد برج الحوت، وريح شوي مواليد برج العزاء، إضافة إلى وجود الزهرة في برج القوس. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم الأمور أفضل بكثير من كم يوم اللي راحوا. صار لك كم يوم كركب، اليوم عم تبذل جهود إضافية لتوصل للي بدك إياه. اليوم أنت أكثر اطمئناناً، حواليك وعود يمكن مفرحة، حواليك نوع من أنواع النقاشات اللي ممكن تطلع منها بنتائج إيجابية. الأمور بالنسبة لك جيدة، وخاصة لفرص جديدة. عزيزنا مولود برج الثور، أعتقد أنك مكسل وضايق خلقك، ما كتير الأريح، واليوم لازمك صبر ثم صبر ثم صبر ثم صبر. القصة العلاقة بأحد الأولاد، أحد الأشقاء، في شيء بالشغل ممكن يكون ما كتير مريح. حاول تكون لبق اليوم بالتعامل مع أمور يعني ما أنا كتير مريحة لألك، لأنه غالبا الأمور هاي ما يعني الفترة هاي لا تعتبر كتير الأريح لألك. فترة
هي للكتمان، يعني في شيء انت ما عم تحكيه، في شيء مضايقك من جوا ما كتير مريح لألك، شيء من هذا القبيل، وبتصير على كل الأحوال. يوم للتفاهم للتنقلات لمولود برج الجوزاء، غالبا مناسبة اجتماعية أو حتى سفر أو حتى تلتقى بأصدقاء صار لك زمان ما التقيت فيهم، حتى ضغط بالزيارات اليوم، تنظيم أو دعوات أو علاقات عامة. على كل الأحوال اليوم جيد للجديد لمولود الجوزاء. الأمور لدى مولود برج السرطان هي اللي مو كتير مريحة الحقيقة، أو مانا الأفضل. في شي عم يقلق راحتك ربما نتيجة صدام محتمل، شجار محتمل، أخذ وعطى، جدال ما بوقته. يعني اليوم حاول تكون لبق ميال للهدوء، لأنه الصراحة حساسيتك اليوم مولود برج السرطان مرتفعة، شوي عصبي، وحابب اليوم مولود برج السرطان يمشي الكون على مزاجه، بالنتيجة ما رح يمشي على مزاجنا. حاول أنك ترتب أمورك بهدوء. عزيزنا مولود برج الأسد اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة جدا، على الأقل لتفرض أوامرك، لتجتمع بمرؤوسين بالنسبة لك، ليكون عندك نوع من أنواع الأمور العملية الإيجابية، أخبار ممكن تكون مريحة، عروض ربما جديدة، يعني وجود الزهرة في برج القوس أو طارد في الجدي عم بيحسن لك أمورك وعم بتعيد تأهيل علاقاتك. على كل نستمتع بمحبة المحيط اليوم. العذراء أفضل بكثير من كم يوم اللي راحوا، اليوم أنت أكثر هدوءاً، أكثر ثباتاً، في عندك نوع من أنواع الإيجابيات، خلاف أقلقك ربما اليوم تلاقي له حل، قصة العلاقة بالمحبة عم تعطي عم تأخذ عم تتلقى، احتياجات عم تلبيها حتى لغيرك، قصص مالية يمكن عم تلاقي لها حلول، اليوم يوم للمساعدات وبامتياز. عزيزنا مولود برج الميزان اليوم للتأجيل بامتياز، اليوم ممكن قصص تتعرقل، قصص تتأجل، قصص ما يكون كتير انت حسب رأيك فيها إيجابيات، ممكن يكون نوع من أنواع القلق الصحي. على كل اليوم مستعجل مولود برج الميزان وحابب ينجز الكثير من الأمور، الحقيقة اليوم مانو للإنجاز، أو ما بدي أقول مانو للإنجاز، بدي أقول في أشياء عم تتأجل، حاول أنت كمان ما تستعجل، لأنه اليوم وارد تنفهم بشكل خاطئ. عزيزنا مولود برج العقرب اليوم للعمل بامتياز، مو فاضي تحك راسك مثل ما بيقولوا، اليوم ما في مساعدات، كل شيء مطلوب منك على كل الأحوال، عم تشتغل كتير بدون ما تنال حتى تقدير لجهودك، هيك إحساسك يعني إنه ما حدا قدر جهودي، أنا ما وقفت شغل، عبء العمل علي بس. وأعتقد إنه في أمور صحية عابرة شوي قلقتك. على كل مولود برج العقرب، مولود برج الأسد، ومولود برج الدلو حيدخلوا شهر، هلأ الشهر القادم رح يكون فيه جزء من تعب صحي، لذلك إذا هلأ قلقت لك من شي قصة صحية فاستشير مختص. قوس اليوم أموره إيجابية وجيدة، عم تتحمل مسؤوليات جديدة ربما، أو حجج منطقية عم بتدافع فيها عن وجهة نظرك، أو في حظوظ. هلأ هاي الأيام مخصصة لتسوية الأوضاع، كل شيء له علاقة بأوراق، بسفر، بنقاشات مع مدراء، مع رؤسائك بالعمل، حتى نقاشات على صعيد الأسرة، كل هذا ممكن يكون إيجابي لأنه يوم حوارات مقنعة لمن حولك. الجدي غالبا اليوم الآن ما بعرف من قصة عائلية أو من قصة العلاقة بالأمور الصحية، بس فعليا اليوم ما تفكر بجديد مانو مدروس، داخل على سنة جيدة جدا، بس اليوم بقى بالذات فيها فوات صغيرة حواليك، أو حياة عائلية ما كتير مريحة، أو نوع من أنواع التشنج، يعني الحكاية بدها بس شوية هدوء. عزيزنا مولود برج الدلو اليوم عم تسعد لسعادة من تحب، يوم فيه حركة، نشاط، علاقات عامة، نازل على السوق، عم استقبل ضيوف، عم تشوف ناس لك زمان ما شفتهم، أبواب للسعادة ربما، أصدقاء، زوجة، أهل، الأمور بالنسبة لك جيدة، خاصة للعلاقات الشخصية والمقربة، لأشياء ممكن تكون تعليمية عم بتدور حواليك، حوارات لكنها فيها نوع من أنواع النشاط. مولود برج الحوت غالباً عم بيفكر بالأمور المالية، الأمور المالية المستقبلية، بيع، شراء، قصص العلاقة بالمستقبل، واليوم على كل اللي صرف إضافي، لذلك أنا برأيي حاول إنك تنتبه من صرفك إذا غير مبرر، يعني لشو الغير مبرر في هذا الظرف المو كتير مريح لألنا جميعا.
كائن عادل ورحيم مولود 22 يصلح لأن يكون قاضي أو محامي، متزن رايق بحب مساعدة الآخرين، زواق للطعام، يكره الكذابين، متعلق بأملاكه بأحبائه، شديد البذل والعطاء، يتمسك بالتقاليد على كل الأحوال، لا يكذب لا يغش لا يسيء لأحد، بيبني نفسه بنفسه، بيعرف كيف يسعد الناس الحواليه، يعني محب للتحدي على كل الأحوال، وينجح لأنه حدا طموح. السنة لأنه جيدة جدا، وخاصة أنه في بلش تحسن واضح ابتداء من أمورك العملية وانتهاء بالأمور العاطفية والعائلية. يعني أنا بعتبرها سنة لتغيير عقاري أو لتغيير على الصعيد العواطف لك لأحد الأشقاء الشقيقات، يعني مشروع جديد ممكن تدخله. الأمور بالنسبة لك إيجابية عموما وجيدة وغالبا للتغيير. كان بال 18-45 فيكم تبعتوا رسائل للمدام نجلة فيها يوم وشهر وسنة واسمكم لتعرفوا حظوظكم. نبدأ من عنا مالي، رح ناخد محمود عاشور صديقنا بتابعنا دائما، 12-1-83 عن كل شيء. أحد الأعوام الأفضل يا محمود، أحد الأعوام الأفضل، سنة فيها تغيير أساسي، هو زمانك مرتبط ارتباط، هو عقار جديد، بداية عمل جديد، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس سنة جيدة، أحد أفضل الأعوام من سنتين ثلاثة يعتبر ما أجا مثله. آلاء بنت منال 2001 دي سيدة وقاتك عم تسألني مع جوزة اللي 89، إحدى العلاقات الأفضل يا آلاء، إحدى العلاقات الأفضل والأكثر دواما، بس المشكلة روحي كتير أنت حد عصبي ومتسرع، وعم تسأليني عن الإنجاب، عندك حظوظ قصوى في العام القادم، بس هيك بدك تضلي يعني دائما مثل البركان المشتعل، سواء بكلامك اللي ممكن يكون مؤذي لأله ما تنسي، لأنه إنه هو بيحط بقلبه مو دغري بيعاتبك وبيقلب وشه وما بتعرفي ليش، كل شي كلمة حكيتيها غير مقصودة جابت لك شوية عصبية. منال مواليدة 2003، يعني حظوظك جيدة يا منال، وأنا بشوفها السنة غالبا فيها ارتباط، ما بعرف إذا وضعك يسمح أو على بالك، لأنه من كتابتك لا أعتقد إنه أنت عندك نية للدراسة يا منال. منال ما فيها ألفين حبيبتي إذا بدك. صباح الخير لإهداء اسمها 90، يسعد أوقاتك يا إهداء، أمورك جيدة بالمجمل وأنا بشوفها السنة مهمة، بس فيها تغييرات عائلية، سفر، ارتباط، كل واحد حسب وضعه، تغيير عقاري، بس أنا أعتقد إنه في شيء من هذا القبيل، الأمور جيدة عموما. هازار من مواليد 85، سنة حظ على كل الأصعدة، يعني أنت 19 فأخذ من برج الدلو المحظوظ وأخذ تكة من الجدي المحظوظ، فهي السنة لن تمر اعتيادية إذا أراد رب العالمين يا هازار، سنة كتير مناسبة بالنسبة لك وإيجابية وغالبا فيها تغيير رح بارك لك عليه، وما أظنه مطول، يعني بظن هالثلاث أربع شهور الأولى بالسنة. اسمي نعمة، يسعد أوقاتك يا نعمة 95، نعمة أمورك جيدة جدا وأحد الأعوام الأفضل حظا، اليوم كلهم جايين جدي، والجدي عنده سنة تعتبر الأفضل حظا لأنه فعليا عنده تغييرات مفيدة وإيجابية، يعني الله يوفقك. شو فيلي بالله شو الرقم ما بين معي على كلين، يعني آخره 2. محمد 84، يسعد أوقاتك يا محمد، ما رح أقول لك أنت بالسنة الأفضل، لكن كمان ما أنك بالسنة الأسوأ، سنة ماليا جيدة جدا، فيها جزء من تعب عائلي، حافظ على عائلتك، ما بعرف إذا ناوي تسافر أو ناوي تتزوج مثلا، لأنه في شيء عائلي له علاقة بالتغيير وممكن يكون مصدر تعب. يسعد صباحكم، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة. شكرا كثير لك يا نجلة. شكرا كثير لك يا مدام. وصار الوقت لنروح لعند الشيف سناء ونشوف السوبريم كيف قدمته، يعني من المنظر من عنا بجنن. هلا هيك قدمنا مثل ما قلنا الطبق، اذا كنا نحن بدنا ناخذ وجبه، وهيك عنا الساندويتش، وهي دائما بننزل الصوص بالنهايه. يا سلام، سلم ايديك يا شيف. شو الصوص هذا ما شيف؟ هذا الصوص اللي سوينا صوص بشاميل مع صوص بني. اوكي سلم ايديك يا رب، يعطيك العافيه. الله يعافيكم. شكرا نور، شكرا يا شيف. هذا كان كل شيء مشاهدينا بحلقتنا لليوم، بنرجع بنأكد انه باقي كم حلقة لتخلص السنة، بنقضيهم نحن بأجواء الميلاد ورأس السنة مع بعض دائما، إن شاء الله يا رب أجواء أعياد مباركة على الجميع. آمين يا رب، آمين يا رب، تبقوا بألف خير، باي باي.